أحييكم مشاهدينا الكرام من مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي، معكم حنين الحسناوي، وإلى بداية حصادنا. استقبل وزير الدفاع السيد جمعة نات سعدون في مكتبه بمقر الوزارة رئيس مكتب التعاون الأمني والوفد المرافق له بمناسبة انتهاء مهامه. شهدت رئاسة أركان الجيش حدثاً مهماً في تاريخ الجيش العراقي، ألا وهو توقيع مذكرة التفاهم المشتركة مع حلف الناتو والخاصة بنظام الترميز الـ NCS من قبل السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاص الركن عبد الأمير رشيد يار الله وقائد بعثة حلف الناتو من أجل دعم وتطوير النظام اللوجستي للقوات المسلحة العراقية وبناء قدراتها على جميع الأصعدة. شارك الأمين العام لوزارة الدفاع السيد جبار ثجيل مطلق الحيدري في المؤتمر العلمي الذي أقامته مستشارية الأمن القومي مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان المخدرات الأسباب آليات الوقاية والعلاج. أجرت المفتشية العسكرية العامة التفتيش الفحصي لمديرية إدارة التطوع ومركز تطوع بغداد. أجرى قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي استطلاعا جويا مسلح ضمن منطقة حاوي العظيم، وتأتي الجولة الاستطلاعية للإشراف على الأعمال البطولية المتحققة من قبل القطعات الماسكة لمنطقة حاوي العظيم وكذلك الحدود الفاصلة بين قيادات سامراء صلاح الدين وديالة. احتفلت قيادة طيران الجيش بعيد تأسيسها 42 بحضور السيد رئيس أركان الجيش وكبار القادة وضباط ركن القيادة في مقر قاعدة طيران الجيش الأولى في معسكر التاجي. الاستخبارات والأمن تضرب معاقل الجريمة المنظمة وتجار المخدرات في بغداد وبابل. زار مدير مديرية الدروع مقر فرقة القوات الخاصة والتقى بقائد الفرقة وتم تقديم شرحا موجز عن مراحل جاهزية اللواء الآلي للفرقة. نظم جناح التدريب في مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي بالتنسيق مع الجامعات العراقية محاضرة عن العمليات النفسية. إلى نهاية الحصاد، شكرا لحسن المتابعة، ولا تنسوا زيارة مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم في أمان الله وحفظه.